مرحبا، شلونكم؟ أتمنى تكونوا كلكم بخير يا ربي. اليوم راح أحكي عن نبتة لدراسينا، الأغلب يعرفها. حأحكي عنها بالتفاصيل بالنسبة للري، للإضاءة، شلون نكاثرها، شنو احتياجاتها، شنو اللي يضرها. خليكم وياي. قبل لا أبدي، المهم يشترك، أتمنى يشترك وفعلوا الجرس حتى كل ما أنشر يوصل لكم إشعار، ولا تنسون اللايك والتعليق. وخليكم وياي. طبعا نبات الدراسينا اكو منها هواي انواع، انواعها كلش مختلفة. اسمها مأخوذ من حضارة رومانية من كلمة دراكينا ومعناها انثى التنين. نبات كل السهل، هو صح شوي بطيء بس نبات سهل، يتحمل هواي صعوبات. الاغلب يخليها بالمستشفى، بالصالات، بالمولات، تستخدم يلي عنده صالة كلش كبيرة وحاب يمليها فد نبتة. أحب أنصحكم بهاي النبتة الجميلة. تعتبر من النباتات البطيئة النمو، تحتاج تربة زراعية جيدة التصريف. يعني أغلب النباتات الداخلية تحتاج تربة جيدة التصريف. بالنسبة للري، الري معتدل. أكثر شيء يضر هاي النبتة كثرة الري، راح يأذيها كلش كثرة الري. فش راح نسوي؟ راح نحاول نخلي الري معتدل، يعني بس يجف في السطح العلوي للتربة. كثرة الري لهاي النبتة راح يسبب اصفرار بالأوراق وزائد تعفن بجذور النبتة، فراح يسبب موتها. استحسن في فصل الصيف نرش أوراقها بالماء ونمسح الأوراق قطعة قماش مبللة تكون ناعمة، وعلى كيفنا نمسحها حتى ما تتكسر الأوراق. راح أعطيكم نصيحة حتى تعرفون شلون نتأكد هاي النبتة محتاجة سقي. أغلب يعرفها بس البعض ما يعرفها. هاي التربة أدخل الأصبع، معناها محتاجة سقي. خليت السطح العلوي جاف، ومثل ما تشوفونه جاف. بالنسبة للإضاءة، تكون الإضاءة قوية بس بدون شمس مباشرة. هي تنمو بدون إضاءة قوية بس راح يكون النمو بطيء جدا، يعني ما حيكون النمو قوي. بالنسبة للسماد، نقدر نسمدها بكل وقت ما عدا فصل الشتاء. فصل الشتاء نوقف السماد، وأرجع وأقول النباتات الداخلية أغلبها في فصل الشتاء لازم نوقف السماد. فصل الشتاء راح تكون فترة سكون للنباتات، فراح يكون النمو للنباتات الداخلية بطيء، فيفضل نقلل السماد في فصل الشتاء. اعتبار هو نبات كلش بطيء فما يحتاج نغير السندانة دائما. من نشوف من فتحة التصريف إذا طلعت الجذور، إنها تحتاج ننقلها لسندانة ثانية. أفضل فصل الربيع ننقلها لسندانة ثانية. بالمناسبة، الساق البامبو يعتبر نوع من نوع الدراسينا، الأغلب ما يعرف هاي المعلومة. مثل ما تشوفون بالفيديو، أنا مخليتها بكرات الطين. كلش أحب أجذر أو النباتات اللي تعيش بالماء أخليها بكرات الطين. موجود فيديو كامل بقناتي عنها، حاجة عن استخداماتها لكرات الطين. راح أخلي رابط الفيديو بصندوق الوصف. طبعاً مستخدمة كرات الطين بهواي نباتات، وشفت النمو أحسن من أجذرها بالسمي. بالنسبة لإكثارها، أقدر أقص هاي كاملة أجذرها هاي هاي، بس أنا راح أقص الأسفل حتى المنظر الفوق ما يخرب عندي. راح أقص هاي. إذا أقرب الكاميرا توريكم بالضبط شلون راح أقصها. قصيتها للعقلة، أحاول أشيل الأوراق هاي، ما أخلي أوراقه. القد كافي. حابة أخليها بكرات الطين، بالمناسبة يصير بمي، يعني
عادي، بس أني أشوف كرات الطين أفضل، هي بديل للتربة. راح أخليها كرات الطين، خليتها بكرات الطين بديل التربة، وأقدر أخليها بالماي عادي. من أخليها بالماي ورا 15 يوم راح تطلع جذور، واللي راح يجذرها بالماي يفضل تغيرون الماي كل 3 أيام. أخير شي، يا رب أكون ما طولت عليكم، وأتمنى تكونوا استفادتوا من الفيديو، ولا تنسون اللايك والاشتراك. واللي عنده سؤال بخصوص النفتة يكتب لي جوا، إن شاء الله أجاوب على الكل. مع السلامة.